السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. مرحبا بالناس الجدد اللي أول مرة كيدخلوا القناة، وكنشكر الناس اللي متبعيني ومشجعيني. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم كيفية تحضير بريوش سويسرية. الكل كنظن كيعرفهم، بريوش بحشو كريم باتيسير وحبيبات الشوكولات. نشوفوا المقادير وطريقة تحضير. فرجة ممتعة. 290 غرام دقيق، 150 غرام زبدة، 30 غرام سكر ثقيل، ملعقتين كبيرتين من الماء يكون دافئ، 3 بيضات، 6 غرام خميرة حبيبات، ملعقة صغيرة تقريبا من الملح. أما للدان فعندنا هنايا بيضة كاملة وأصفر بيضة. أول حاجة كنوضعو الخميرة في الماء الدافئ، كنحركو مزيان ونخليوها ترتاح 10 دقائق. نوضعو الدقيق في العجان الكهربائي، نقدروا نخدموا حتى بيدينا، يعني ماشي مشكل الا ما كانش العجان الكهربائي. كنضيفوا الملح ثم السكر، كنخلطوا الكل وكنحفروا حفره في الوسط. كنضيفوا 3 البيضات وكذلك خليط الماء والخميره. كنخلي الكل يتعجن من 5 حتى 10 ديال الدقائق حتى ما كيبقاش يلصق لينا العجين في العجان الكهربائي. من بعد كنضيفوا الزبده اللي مقطعه طريفات صغار بحراره المطبخ، ونعاودوا نعجنوا 10 دقائق تقريبا حتى الزبدة كتدخل مزيان في العجين وكيولي مطاطي، يعني كيولي إلاستيك. من بعد ما كيوجد لينا العجين كنشكلوه على شكل كويرة، وكنوضعوه في صحن اللي رشيناه بشوية ديال الدقيق. كنغطيوه بفيلم غذائي أو بيتوغشون، ونخليوه يرتاح لمدة ساعة ونصف حتى لساعتين على حسب الجو. وفي هذا الوقت هذا غادي نوجدوا الحشو. 50 غرام سكر ثقيل مع سكر الفانيلا، يعني المجموع 50 غرام، 20 غرام نشا، 250 غرام حليب، 7 غرام زبدة، 6 غرام دقيق ما يعادل معلقة كبيرة، نكهة الفانيلا، أصفر بيضتين، 130 غرام حبيبات الشوكولات إما أسود أو شوكولات الحليب أو هما معا. في كاسرول كنصبوا الحليب والزبده والنصف ديال السكر والفانيلا، كنخليوه حتى كيبدا يتغلى. وفي صحن كنوضعوا البيض وباقي من السكر والفانيلا، كنضربوه شويه حتى كيبدا الخليط يبدا يبيض. كنضيفو النشا ثم الدقيق ونعاودو نمزجو الكل حتى كنحصلو على خليط متجانس. وفي الأخير كنزيدو نكهة الفانيلا وكنعاودو نمزجو من جديد. ملي كيبدا يفيض لينا الحليب كنصبوه على خليط البيض وكنمزجوه شويه، يعني كنطلقوه، ثم كنرجعو كلشي في لاكاسرول وكنرجعوه فوق نار متوسطه. كنبقاو نحركو بلا ما كنحبسو، والرطوبه لنا باش ما يتحرقش لينا ما نجهدوش البوطه. كنبقاو نحركو حتى الخليط كيبدا يتقال، كنشوفوه كيتقال، وملي كيبداو يبانو لينا ديك الفقاعات، يعني كنخليو دقيقه، كنحسبو تقريبا دقيقه من موراهم، عاد كنحيدوه من فوق النار. كنوضعوا لا كريم في صحن وكنغطيوه بفيلم غذائي على السطح وكنخليوه على الجانب، يعني في المطبخ ما كنديروش في الثلاجه حتى كيدفى.
من بعد ما ارتاح لينا العجين كما كتشوفوا وخمر مزيان، هنا غادي نبداو نحيدو داك الغاز اللي تكون لينا بالخميرة أثناء الراحة. من بعد كنفلميوها على هذا الشكل بفيلم بلاستيكي وغادي نخليوه يرتاح في الثلاجة واحد الساعة تقريبا. فهاد الوقت هذا من جهة كتسهل لينا التشكيلة اللي غنديرو، يعني كيفاش نشكلو كيف ما بغينا، ومن جهة أخرى البنة كتطلق مزيان. من بعد ما ارتاح لينا العجين كنرشو شوية ديال الدقيق فوق ورق الطهي وكنبداو نبسطوه، يعني كنخليو السمك فيه واحد 5 ملم. إن فوا بسطنا العجين كنطلقو شوية الكريمة بالفوي وكنوضعوها فوق نصف من العجين وكنخليو واحد 2 ملم ديال الجنب فارغين. مباشرة كنرشو حبيبات الشوكولاتة فوق الكريمة ونكونو شوية سخين، يعني نكترو، وبمساعدة الرولو كنضغطو شوية على الشوكولاتة باش كيشد بلاصتو في الكريم. كنقلبو الجهة الأخرى من العجين فوق الحشو وكنضغطو شوية بالرولو. كنغطيوها بهذه الطريقه وكنوضعوه في الكونجيلاتور واحد 15 دقيقه. من بعد 15 دقيقه كنخرجوا من الكونجيلاتور وكنقطعوا دوك الجناب اللي زايدين باش كنحصلوا على مستطيل يعني مقاد. كنقسموا العجين على شكل مستطيلات ما بين 4 حتى 5 سنتيمتر ديال العرض، ومن طبيعة الحال خاصنا نستعملوا واحد السكين اللي كيكون ماضي. ملي كنشكلوهم على شكل مستطيلات كنوضعوهم في طاوة الفرن بعدين شويه باش ما يتلصقوش لينا ملي تنفخوا. كنغطيوهم بفيلم غذائي وكنخليوهم يرتاحوا واحد الساعه يعني حتى كيخمروا. من بعد ما خمروا لينا كما كتشوفوا هنايا غادي ندهنوهم بديك البيضه واصفر البيضه اللي كنضربوهم مزيان وكندهنو بالفرشات. كنوضعوهم في الفرن اللي سخنا من قبل على 180 درجه لمده ما بين 12 و15 دقيقه يعني حتى كيتحمروا لينا من الفوق. اتونسيون ما نفوتوش هذا الوقت باش ما يقصحوش لينا. والان غادي نوجدوا السيرو ديالنا اللي كنزينوا به لي بغيوش وكذلك كنزيدوا واحد النكهه خاصه. بكل بساطه كنوضعوا 40 غرام ديال السكر الثقيل في كاسرول وكنزيدوا عليه الماء 40 غرام كذلك، وكنزيدوا 2 ملاعق ديال الماء الزهر وكنخليو الكل يتغلى. وإلا بغيتوا النكهه ديال ماء الزهر تكون قويه فمن الافضل حتى كتغليوا الماء والسكر وخارج النار عاد كتزيدوا ماء الزهر، وغي كنخرجوهم من الفرن مباشره كندهنوهم. كنتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، الا كان كذلك ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنساوش تبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء. الى اللقاء مع وصفة اخرى ان شاء الله.